بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم، اللهم في كل وقت وحين، اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين، وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم، فكيف كان نكير. فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. صدق الله العظيم. السنة المطهرة محاطة بالعناية الإلهية عبر العصور إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، كما ضمن لها المولى سبحانه وتعالى، كما ضمن لها الله العظيم. ومن حفظه سبحانه وتعالى للقرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة أن رب العالمين هيأ لنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، هيأ له كده من الأصحاب والأتباع الأبرار الكرام اللي تلقوا من حضرة النبي عليه الصلاة والسلام القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، ونقلوها بكل حرص ودقة وإخلاص، تقي عن تقي على مر الأزمان، مستجيبين في ذلك لما أمرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضرورة حفظ السنة ومن ضرورة تبليغها، لأنها هي دي الأمة اللي نزل فيها الوحي والتي تلقت الوحي عن الله من خلال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. هم امتثلوا في ده الصحابة الكرام؟ ابتدعوا ده العلم من عندهم؟ لا، هم امتثلوا فيه لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه أمر أصحابه الكرام بأن يحفظوا العلم عنه، مش يحفظوه بس، ده يحفظوه ويبلغوه لأقوامهم، ويبلغوه كمان عن طريق الحفظ والإتقان والدقة في نقله وتلقيه، يدوه كمان للأجيال اللي من بعده. وده أو جاء هذا المعنى واضح جدا في أحاديث كثيرة. يعني نضرب مثل بحديث سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما الذي روى إن وفد عبد القيس أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا، الوفد ده جه للنبي عليه الصلاة والسلام وقالوا له يا رسول الله إنا نأتيك من شقة بعيدة، يعني احنا مجيلك يعني مسافة وهي مجهدة،
وكانت مساكنهم مساكن عبد القيس موجودة في البحرين وما والاها من أطراف العراق، وجاءوا إليه في السنة الخامسة من الهجرة، وكان عددهم حوالي 14 واحد. جمل النبي عليه الصلاة والسلام يقولون له: يا رسول الله، إنا نأتيك من شقة بعيدة، وبيننا وبينك هذا الحي من مضر، وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام. خايفين بقى من كان في صراع بينهم وبين دول قلقين، فهم بيأتوا في الشهر الحرام عشان خاطر ما حدش يعتدي عليه. فبيقولوا للنبي عليه الصلاة والسلام: فمرنا، يعني أمرنا، فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. يعني علمنا بقى، ادينا أوامر نبلغ اللي انت هتقوله لنا ده للحي بقى بتاعهم، لأقوامهم يرجعوا تاني منطقة البحرين فينقلوا العلم ده هناك، وأمر وندخل به الجنة، يبلغوا العلم ويعملوا به فيكونوا من أهل الجنة. فجملة الحديث إنه أمرهم كما روى سيدنا ابن عباس، فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع، وأول حاجة أمرهم بيها أمرهم بالإيمان إلى نهاية الحديث، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم، وده بيت الشاهد، يعني ده الموضع اللي احنا بنستشهد به في هذا المقام وسط هذا اللغط الكثير حول سنة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم لهذا الوفد اللي طلبوا من النبي يعلمهم علم يروحوا به لأقوامهم يعلموهم ويعملوا به فيكونوا من أهل الجنة، قال صلى الله عليه وسلم: احفظوه. يعني اللي قاله لهم النبي، طلب منهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يحفظوه. طب هم هيحفظوه إزاي؟ أكيد هيحفظوه يعني في الصدور وفي السطور، الكتب اللي فيهم هيكتبوا، والباقي لأنها أغلب العرب كانوا أمة أمية، لكن كان فيهم كتبة، فكان حتى ميراث الأدب بتاعهم اللي في العصور أو في الوقت الجاهلي، كل الأدب الجاهلي كانوا يحفظوه عن ظهر قلب، هم متمرسين على كده، لأنهم ما كانوش بيعرفوا، ما كانش كتير منهم بيعرف القراية والكتابة، لكن كان منهم كتب. فطلب النبي عليه الصلاة والسلام أن يحفظوه. يبقى الحفظ ده يتضمن الحفظ في السطور وفي الصدور وفي السطور. وبعدين قال لهم بعد ما أمرهم بالحفظ: وأخبروا به من وراءكم. الله، ده ما علم، علم النبوة ده اللي جم من مكان بعيد، احنا جايين لك من مكان بعيد يا رسول الله، وعايزين يقعدوا يستمعوا إلى هذا العلم، عشان بعد كده العلم ده يروح ما يبقاش موجود وما يبقاش مدون ولا يهتم به كما اهتم الصحابة بالقرآن، هكذا ادعى المدعون. هل ده كلام يعقل؟ ده حتى المنهج العلمي يرفض هذا الكلام، لأن هو ده العلم، وراثة النبوة اللي علمه النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة، واللي ضبطوا به كثير من المفاهيم. خد دليل كمان في هذا الأمر، ما ورد في حديث أبي بكرة رضي الله عنه، قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر، يوم النحر يوم العيد، يوم العيد الكبير، فخطب النبي عليه الصلاة والسلام وقال: إن دماءكم وأموالكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم. ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد، يبلغ الشاهد منكم الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع. طب النبي عليه الصلاة والسلام بيضع في أعناقهم أمانة حفظ ما يقوله لهم. أمن العقل أن نقول أو نردد مثل هؤلاء بأنه لم تحفظ السنة؟ كيف ذلك؟ الوفد اللي سمع كلام النبي اللي احنا عبد القيس لسه قايلينه، كانوا 14 واحد سمعوا هذا الكلام، مش هيكون فيهم واحد حفيظ هيكون عنده سلامة في حفظه؟ مش هيكون فيهم واحد بيكتب؟ ورجعوا لأقوامهم يعلموا أقوامهم ما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده غير الصحابة اللي حضروا حضور الوفد ده، ولابد إن هيكون فيهم حافظ وهيكون فيهم برضو كاتب.
فهم الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعلم العلم وتبليغه للناس، مش يتعلموا العلم لنفسهم وبس، لا، يتعلموا العلم ويعلموه. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. انت بتتعلم وتتقن، في ناس بتتعلم عشان تعرف تتعبد صح، وده المفروض ان كل واحد مننا عنده القسط الذي يستطيع ان يؤدي به العبادة على الوجه الوارد في الوحي الشريف. وهناك طائفة من أهل العلم دي بتتخصص وبتدرس وبتتفرغ لطلب العلم، ودي موجودة في كل عصر وفي كل زمان ومكان، المدارس العلمية منتشرة في كل وقت من أول ما ظهر هذا الدين الحنيف. فهذا الدين رسخ لقاعدة أن يتعلم الإنسان ويبلغ ما علمه. الصحابة فهموا ده كويس، وفهموا قصد رسول الله عليه الصلاة والسلام يبلغ منكم يبلغ الشاهد الغائب اللي حاضر معايا مجلس العلم ده اللي أنا بوجه فيه، اللي حاضر معايا الخطبة دي اللي أنا بوجه إليها، اللي حاضر معايا المجلس اللي جالت لي فيه الوفود وأنا قلت كذا وكذا، يبلغ الشاهد اللي حضر منكم الغائب. فربما واحد هيسمع اللي أنا علمته لكم يكون أوعى وأكثر حرصا وفهما وعملا وتطبيقا لما أعلم من العلم. الصحابة فهموا ده، فهموا ضرورة وأمانة حمل هذا العلم النبوي الشريف وإتقان حمله ودقة حمله وكمال تبليغه على الوجه الذي يرضي مولانا. فلما فهم الصحابة كده كانوا أحرص ما يكونون عليه في تلقيه وفي الحفاظ عليه. ولنرى مدى حرصهم رضي الله عنه، شفتوا إحنا شفنا سيدنا عمر رضي الله عنه، قال كنت أنا سيدنا عمر رضي الله عنه، عشان نوريك إزاي هذا الصحابة الكرام دول كانوا في هذا الحال اللي كله همة واستعداد في تلقي الأنوار من صاحب الأنوار سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. سيدنا عمر رضي الله عنه بيقول كنت أنا وجار لي من الأنصار، واحد من أهل المدينة، كنت أنا سيدنا عمر بيقول ابن الخطاب رضي الله عنه كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية ابن زيد. وهو بيقول يعني المكان ده من عوالي المدينة، يعني حوالين المدينة، القرى اللي حوالين المدينة، مش في قلب المدينة لكن في المناطق اللي حوالين المدينة، يعني مكان بعيد شوية عن المدينة. فسيدنا عمر بيقول وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما وأنزل يوم، يعني جاري ده أنا وهو بنتناوب بنبدل مع بعض، بيبقى فيه مصالح ومشاغل، هم عندهم حرص على تلقي العلم من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسيدنا عمر رضي الله عنه بيقول أنا وجاري ده كنا بنتناوب، والمروية وضحت أنه هو كان في منطقة بعيدة شوية، فكان جاره ينزل يوم وهو ينزل يوم يحضروا مجلس رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهو بيحكي بيقول فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره. لو أنا جاء اليوم علي أن أنا أنزل لمجلس رسول الله عليه الصلاة والسلام أقول له وأخبره بما ذكره لنا النبي عليه الصلاة والسلام من الوحي وبيان الوحي، سواء كان من القرآن الكريم أو من السنة النبوية المطهرة، وإذا نزل فعل مثل ذلك. ولو جاري ده نزل اليوم المخصوص له يقوم يعمل زي اللي أنا بعمله. حرص على تلقي أنوار الوحي، حرص من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على التلقي. أيعقل مع هذا الحرص ومع شدة الحرص تلك على تلقي الوحي الشريف إنه يضيع أو إنه لا يلهموا كيف يقومون بحفظ هذا الوحي الشريف؟ الحديث طبعا طويل، احنا قلنا المقطع اللي احنا بنستشهد فيه على شدة علو الهمة والسعي لطلب العلم والحرص بالصحبة الصالحة، أتبادل أنا واللي معايا عشان ما يفوتناش طلب العلم. الحديث ده أخرجه إمام الأئمة الإمام البخاري في الجامع المسند، احنا طبعا بنقول صحيح البخاري، هو اسمه الجامع
المسند الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. ده اسم الجامع الصحيح. الحديث ده الإمام البخاري أورده في 11 موضع في الجامع الصحيح، منها ما جاء به في، هو بيقسم الجامع الصحيح كتب، وتحت الكتب أبواب، ففي عنده زي مثلا كتاب الإيمان وتحت في أبواب كتاب العلم، جاب الحديث ده بتاع سيدنا عمر في كتاب أسماه الإمام البخاري كتاب العلم باب التناوب في العلم. يعني ده يديني مؤشر، الإمام البخاري اتولد سنة 194 هجرية، يعني ده وقت مبكر جدا ما يعمل مؤلف وينتقي من كل الأحاديث التي بلغت إليه. طبعا ما بلغتش إليه وهو قاعد كده، يعني ده كان بيسافر أسفار طويلة ليطلب الحديث من حفظة الحديث وفي المدارس العلمية الكتيرة اللي كانت مشهورة، يسافر شرق وغرب يتلقى الحديث ويجمع، وبعد كده يشتغل على المسودات اللي جمعها ويعمل ليدقق ويحقق في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا الإمام البخاري عامل كتاب اسمه كتاب العلم باب التناوب في نقل العلم. يعني الصحابة منذ وقت مبكر جدا، ده في العهد النبوي الشريف، في حرص على مجالس العلم من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان في كمان الحرص ده يؤدي إلى أنه كما حفظت السنة في الصدور دونت في السطور. صحيح في المرحلة دي كانت مدونات بيكتبوا على أي شيء بيلاقوه بيكتبوا، بعد كده في مراحل في تطور كتابة السنة، ضروري جدا إن احنا نعرف إن مراحل التطور في هذه الكتابة لا تنفي إن منشأها كان في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. كان من حفظ العلم وتوثيقه، وده اللي معلوم في كل أروقة المعاهد العلمية، كتابته، إنه كان يتكتب، وده كان بيفعله كتبة الصحابة رضوان الله عليهم. يعني مش كل الصحابة كانوا بيعرفوا يكتبوا، لكن كان في منهم كتبة مشهورين، ومنهم الإمام علي رضي الله عنه، فقد كانت للإمام علي صحيفة بيكتب فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنه كتبت الصحيفة دي بتاعت سيدنا الإمام علي كانت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، والرواه اللي هم تلامذته اللي تلقوا عن الإمام علي الأحاديث اللي رواها عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعلموها من سيدنا علي، كان ينقل كل واحد من الرواه ما حفظه من سيدنا علي رضي الله عنه مما تحمله وتلقاه من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. المرويات اللي وردت عن سيدنا علي رضي الله عنه في هذا الباب وضعها أيضا الإمام البخاري في تصنيف الجامع الصحيح تحت كتاب العلم باب كتابة العلم. لننتبه إلى فقه الإمام البخاري في تصنيف الجامع الصحيح، كان ليه منهج، والمنهج ده اللي ما يقراش منهج الإمام البخاري، اللي ما يفهمش منهج الإمام البخاري من خلال جامعه الصحيح، يجهل التعامل مع الجامع الصحيح. الإمام البخاري بيكتب عنوان لأي حديث من وحي ما فهمه من المرويات اللي هو بيحطها التي انتخبها وانتقاها وفق المنهج اللي هو ارتقاه ورأى أنها صحيحة وفق المنهج الذي وضعه، فيحطها ويفهم الحديث كويس، يستنبط منه المعاني والأحكام ويضع عنوان كده للحديث. فلما يجي الإمام البخاري ويحط في كتاب العلم باب كتابة العلم، ده يفيد إن كان هناك في العهد النبوي تقييد للعلم بالكتاب. لما نقول تقييد للعلم يعني توثيق للحديث، وإن كتابة السنة كان أمر معروف ومعلوم في العهد النبوي الشريف مع
طبعا حفظ الصحابة في نفس الوقت للحديث النبوي الكريم، ده شيء موجود وما نقدرش ننكره، لأن زي ما قلنا إن أمة العرب كانت أمة أمية فيها القليل من الكتبة، لكن كانوا موجودين، لكن السمت العام كانت شدة الحفظ، لأنه ده طبع العربي الذي كان يحفظ المطولات وبيحفظ الشعر بتاع شعراء العرب، شعر ونثر وكل شيء. دي كانت أمة أدب، أمة أدب، وهي أمة أمية يوجد فيها القليل من الكتبة. يبقى أنا عندي الحفظ في الصدور كان موجود مع الحفظ في السطور، وتطور لعملية هذا الحفظ والعناية والتدقيق والإخلاص في جمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا ينكر ذلك إلا جاهل أو متشكك أو طاعن مكذب بما أرسل به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند ربه جل جلاله. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلادنا، وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. اللهم اجعلنا مسلمين لك، واجعل ذريتنا أمة مسلمة لك، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام والعفو والإحسان والمنن والرضوان، من علينا بنعمة الأمن والأمان والهداية والإيمان، وأدم علينا نعمة السلامة والسلام والعافية والتيسير والتوفيق على الدوام، واحفظنا بحفظك الذي لا يرام، يا خير الحافظين ويا مجيب السائلين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم آمين آمين. أهلا وسهلا بكل مشاهدينا الكرام، مشاهدي القناة الأولى المصرية والفضائية المصرية وقناتنا أون، مرحبا بالجميع. وننبه حضراتكم إلى نلتقي بحضراتكم من السبت إلى الأربعاء، من السبت إلى الثلاثاء بنكون في رحاب التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم، وكمان بنتلقى أسئلة حضراتكم على الهواء مباشرة قدر الطاقة، بنحاول نجيب على أغلبها في ذات الحلقة. ويوم الأربع هو المخصص للرد على أسئلة حضراتكم اللي بنتشرف باستقبالها على صفحتنا، الصفحة الرسمية لبرنامج قلوب عامرة مع الدكتورة نانسي عمارة، ده اسم الصفحة. وبنعرض كمان يوم الأربع فقرتنا المباركة، فقرة كتاب قلوب عامرة، والرواية التي نقرأ بها رواية حفص عن عاصم بقصر المنفصل. ناخد الأسئلة النهاردة اللي معانا. أستاذة شيراز من ألمانيا. ألو. اهلا وسهلا يا فندم. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم دكتورة. اهلا اهلا أستاذة شيراز. دكتورة بيسعدني أنا المشاركة الثانية مع حضرتك وعندي كم سؤال يعني. تفضلي. ثلاثة أربعة. السؤال الأول، ما حكم استلاف قرض من البنك بهدف شراء منزل؟ حاضر. في الخارج؟ هو أخي مقيم في ألمانيا وبيشتغل في ألمانيا ومحتاج إنه يستلف قرض من البنك لشراء منزل. تمام. السؤال الثاني. والسؤال الثاني، ما الفرق بين المقربون والأبرار؟ علما أن حضرتك أحيانا يعني بمعظم الدعوات بتقولي واجعلنا من الأبرار، ومنهم الأعلى منزل عند الله، المقربون أو الأبرار. حاضر. السؤال الثالث. أنت قلتي ثلاث أربع أسئلة، أنا معك. السؤال الثالث، في سورة النبأ في قوله تعالى بالآية رقم 38، يوم تقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. الروح من هي الروح؟
التي تقوم. ما المقصود بالروح؟ حاضر. ايه كمان؟ في سؤال آخر، ربنا سبحانه وتعالى بيذكر في القرآن الكريم عن أفعاله بصيغة الجمع. نعم. يعني إنه عايز أعرف إنه صيغة الجمع لما بيتكلم بأفعاله بس، وأما الصفات بيذكرها بصيغة المفرد. حاضر. وألف شكر لحضرتك. أنا اللي شكر حضرتك. معانا أستاذة فوزية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. وعليكم السلام والرحمة والرضوان. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك يا دكتورة، ازيك عاملة ايه؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ربنا يجازيكي كل خير ويبارك فيكي، وما نتحرمش منك يا رب، ولا من تفسيرات القرآن الكريم ولا من السنة وكل الحاجات الجميلة اللي حضرتك بتبعتها لي. الحمد لله. بتعلم من حضرتك كتير. العفو العفو، اتفضلي. جزاك الله كل خير. امين اجمعين. اتفضلي يا استاذة فوزية بالسؤال. عندي سؤال بس، انا ان شاء الله طالعة الحج السنة دي. يلا مبارك عليك الحج ان شاء الله. الله يبارك في عمرك. الحج مقبول، الحج مقبول ان شاء الله. يا رب، وحدعيلك طبعا هناك ان شاء الله. يا لا تنسينا. وكان عندي بس يعني سؤال، ان الصلاة في المسجد النبوي والحرم إن شاء الله. أنا طبعا فاتني صلاة أكيد وأنا في الصبا والكلام ده كله، فهل لما بصلي هناك، أنا كنت رحت قبل كده عمرات يعني وصليت هناك من ما فاتني يعني، أصلي برضو المرة دي لأن هقعد فترة طويلة، أصلي هناك وهتبقى من ما فاتني يعني مجابة وكده؟ وإنها تبقى معظمة الأجر يعني كما هو بالأجر الموعود. حاضر. هو اللي فات حضرتك سنين كتيرة، ولا انت ملتبس عليكي مش فاكرة قد ايه فوائد الصلاة؟ انا مش فاكرة طبعا لان كنت تمام، كنت طبعا يعني في التوقيت ده مش مدركة قوي، ومال هي في اولاد والكلام ده كله، فبرضو مش لكن متنفق. العادة بتاعت حضرتك انك كنت مصلية، لكن ممكن يفوتك. لا الحمد لله، لا تمام قوي، ما تقلقيش من الناحية دي. الحمد. وفي نفس الوقت عايزة دعاء ادعيه، انا مش سامع حضرتك، عايزة دعاء بس ادعيه وانا على جبل عرفات، اكون يعني اردده كتير هناك. حاضر. وفي سؤال ثاني معلش بعد اذنك. معاكي. كان معايا عمر ذوي احتياجات خاصه، كان متعلق قوي بالحرم وكده، وكان يعني ما شاء الله عليه متعلم لوحده يعني. كان بيحب الكعبه وبيحب الرسول عليه الصلاه والسلام والاماكن الحلوه دي، فهو كان طلعني عمره وكده، كانت يعني هو فاز فيها يعني وكده في تبع المدرسه بتاعته، وانا طلعت لانه كان صغير. فانا كان نفسي ان هو يعني يشوف الحاجات الحلوه ديت عين الرؤى يعني. فكنا عايزين نطلعه عمره، فالشيخ قال لا ده هو ما يتعملوش عمره، ده هو يعمل لنا عمره. فلما توفى وكده، فانا كنت حابه ان انا اعمل له برضه عمره في الفتره ديت. فايه راي حضرتك برضه؟ حاضر. بس شكرا. جزاك الله كل خير وشكرا. وجزاكم الحمد. وجزاكم شكرا يا فندم. ست ام ادم يا دينا، وحاولي تاني يا ست ام ادم. دين استاذه دينا. ست ام ادم. ايوه حضرتك. معانا مين بقى؟ ست ام ادم ولا استاذه دينا؟ دينا. استاذه دينا اتفضلي يا فندم. الو. معاكي يا فندم اتفضلي. ايوه بس ممكن نوطي التلفزيون يا ست دينا وتسمعيني. أيوة من التلفزيون. ايوه دكتوره ناديه لو سمحت. لا انتوا في كنترول، معلش انتوا تبلغوا عشان الو هي مش هتسمعني. مع حضرتك اتفضلي بالسؤال. السؤال صبيان مثلا، وعايز يحدد الناس اللي بحيث ايه الدكتور يعمل له حاجه ان مجهري يحقن بنات او صبيان. عايزين حقن مجهري لتحديد نوع المولود. لا مش هقدر اسمع بالطريقه دي معلش. ممكن بس تسنيم حضرتك تديها السؤال، يكي بتسال عن حقن المجهري، هناخد معانا حد تاني ولا؟ طيب هنطلع الفاصل ونسأل الله سبحانه وتعالى التيسير بعد الفاصل، نلحق نجاوب على كل الأسئلة بإذن الله تعالى.
عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. مرحبا بحضراتكم. الأستاذة شيراز من ألمانيا بتسأل: إيه حكم لها أخ يعني عاوز ياخد قرض لشراء منزل في الخارج؟ لو كان الأمر ده ضرورة يجوز، من باب إن الضرورات بتبيح المحظورات، ولو كان شراء المنزل ده مش ضرورة بالنسبة إليه وعنده خيارات أخرى يعني فيجوز في الحالة دي برضو على مذهب السادة الحنفية. يعني هو يقدر يقلد من الآراء اللي يتناسب مع وضعه والحالة بتاعته، لأنه هو أدرى الناس بالظروف اللي هو فيها هناك. يا صاحبة السؤال الأستاذة شيراز، سورة النبأ أنت بتتكلمي عن يوم يقوم الروح والملائكة، فأنت أو أنت بتقولي يوم يقوم الروح، فأنت بتقولي أنا عايز أعرف إيه المقصود بيه الروح. الروح هنا مقصود بيها الملائكة الكرام، هي بيعبر عنها بذلك، ولكن هيبقى هنا المقصود بها سيدنا جبريل عليه السلام في نص الآية الكريمة. بالنسبة لي أنه التعبير في أفعال أو أن الله سبحانه وتعالى زي ما بيقول إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، التعبير بما نسميه في اللغة العربية بنون العظمة، هي ليه بيعبر بذلك؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو الله العظيم، فدي اسمها نون العظمة، زي ما قلنا إنا نحن في قوله تعالى إنا نحن نزلنا ذكرى وإنا له لحافظون. والله سبحانه وتعالى يعظم نفسه وهو الله العظيم الذي عرفنا على ذاته بأنه سبحانه وتعالى العظيم. وفي اللغة العربية إذا أراد الإنسان الفرد العادي أنه يعظم نفسه يتكلم عن نفسه بصيغة الجمع يا صاحبة السؤال أو بنون العظمة، وهي من أساليب العربية المعروفة المقصود منها التعظيم سبحانه وتعالى. بالنسبة لي الأستاذة فوزية إنها طلع الحج هذا العام، سؤالها إن هي كان عليها فوائد صلوات كتيرة، وإحنا معلوم فضل الصلاة في المسجد النبوي والمسجد الحرام، فهل هي لما تصلي هناك من الفوائد اللي فاتتها بيسقط، يعني عايزة تقول ده بيسقط عنها بالأجر الموعود عنه؟ طبعا الصلاة لها هناك ثواب عظيم، وإحنا موعودين بأجر عظيم سواء في المسجد الحرام أو في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن أنا فاتني مثلا حقدر 100 فرد، هل لما هصلي 20 فرد في المسجد الحرام أو المسجد أو أكتر من ذلك حب أنا قضيت ما علي؟ لا، لا يجزئ الإنسان اللي فاتته صلوات إلا أنه يقضي ما فاته من أداء هذه الصلوات، ويستغفر الله سبحانه وتعالى من هذا التفويت، لأنه الصلاة على المؤمنين لها ميعاد، لها ميقات، الإنسان لابد أن يلتزمه. طالما الإنسان فاتته الصلاة عليه أن يقضيها صاحبة السؤال، فنصلي العدد اللي فاتنا واللي احنا تجاوزنا ولم نصلي، ولنقضي هذا العدد سواء كنا بنصلي هنا أو نصلي هناك، الفارق هو تعظيم الثواب لشريف المكان هناك سواء المسجد الحرام أو المسجد الأقصى. حضرتك بتسألي على إيه اللي ممكن الإنسان يدعو به هناك يوم عرفة. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أنه خير الدعاء دعاء عرفة أو دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، مع إعلان كلمة التوحيد وكثرة الذكر بها في هذا اليوم العظيم. يلتزم الإنسان قدر الطاقة جوامع الكلم اللي هي الكلمات القليلة لكن ذات المعاني الكثيرة، فنسأل الله سبحانه وتعالى من فضله، ونسأل الله سبحانه وتعالى ستره وعافيته ولطفه ورحمته والفوز في يوم الحساب، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة والفلاح في الدارين، لنا ولأهلينا وأحبابنا وأولادنا وذريتنا ومن قبلهم أبائنا وأمهاتنا وأسدتنا وعلماءنا وكل من له فضل علينا. يدعو الإنسان
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم حرم أجسادنا على النيران. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم وما أنت به أعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم وما أنت به أعلم. اللهم إنا نسألك مما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك مما استعاذ منه نبيك وحبيبك محمد وعبادك الصالحون صلى الله عليه وسلم. وهكذا يدعو الإنسان بجوامع الكلم. وعملت بحث كده عن جوامع الكلم من دعاء سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، هتجدي كثير من الأدعية ممكن تطبعيها تاخديها معاكي. والمسلمون في كل مكان يقومون بجهد عظيم في توثيق الأدعية وكتابتها ونشرها عشان يعم خيرها وفضلها في العالمين، في جميع يعني يقوم بالدعاء بها كثير من المسلمين، وهي صدقة طيبة عن أصحابها أو عمن يقومون بطبعها ونشرها. وربنا إن شاء الله يوفقك، وادعي ربنا يلهمك ما تحتاجين إليه من الدعاء. ادعي يلهمك اللي انت محتاجة من الدعاء، لأن الدعاء مفاتيح فرج ومفاتيح خير. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا أهلا له على الدوام. اللهم أمين أجمعين. بالنسبة لي أنه كان عند حضرتك ربنا يصبرك عمر ابن حضرتك كان من ذوي الاحتياجات الخاصة وهو توفاه الله، وبتقول أنه هي استعمل عمر عنه، فحد قال له ده هو اللي يعمل لنا عمر مش إحنا اللي نعمل له. يعني إذا كان هذا يثلج صدرك لا بأس، والأجر حاصل لمن قام بالعمرة أيضا، وزدته خيرا فوق ما هو عنده، فوق ما هو فيه وعنده من خير، فهو حاصل الأجر لك. أنا بعمل، أنا عملت عن نفسي عمرة وأردت أن أنا أعمل عمرة عن غير، باخد أنا كمان ثواب، وأنفع ذلك الذي أهب له الثواب، وأسأل الله أن يتقبل ذلك. وربنا يتقبل منا ومنكم يا ست فوزية. نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بخالص الدعاء، وبقية الأسئلة اللي أخذناها في الكنترول والتانية اللي إحنا ما تمكنتش تدخل معنا على الهواء، نسأل الله سبحانه وتعالى أنه يمكننا من الرد عليها غدا بإذن الله تعالى. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام، اللهم إنا نسألك بمحمد نبيك وإبراهيم خليلك وموسى كليمك وعيسى نجيك وروحك، وبتوراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وفرقان محمد صلى الله عليه وسلم، وبكل وحي أوحيته نسألك، نسألك نصرا عزيزا، نسألك فتحا مبينا، نسألك عزا عظيما، نسألك عزا عظيما يا من بيده ملكوت كل شيء، إنك على كل شيء قدير. نسألك يا الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وأن تدفع عنا كل الفتن والآفات، وتقضي لنا يا مولانا في الدنيا والآخرة جميع الحاجات. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، بحول الله لا يقدر علينا، بحول الله لا يقدر علينا، بحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا.
يا من كنت قبل كل شيء، يا من كنت قبل كل شيء، يا من كنت قبل كل شيء، والمكون لكل شيء، والكائن بعد كل شيء. اللهم اجعل لغزة وفلسطين والسودان وسائر بلادنا فرجا ومخرجا. اللهم اجعل لنا ولهم فرجا ومخرجا بحق ليس لها من دون الله كاشفة. اللهم بحق ليس لها من دون الله كاشفة. اجعل لنا ولهم فرجا ومخرجا. اللهم اجعل لنا ولهم فرجا ومخرجا بحق ليس لها من دون الله كاشفة. ليس لها من دون الله كاشفة. ليس لها من دون الله كاشفة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين. اللهم آمين. نستودعكم عناية الرحمن الرحيم.